هذا اليوم راح ندخل بيت عائلة سميرة تولاخ، سميرة عراقية حبت تنقل التراث العراقي إلى أمريكا وهي تعمل في قناة أمريكية تقدم المطبخ العراقي إلى الأمريكان. خليكم ويانا هذا اليوم في حلقتنا الفيحاء في أمريكا، وأيضا راح نشوف الطبق اللي راح تقدمه سميرة إلى قناة الفيحاء. خليكم ويانا. ويا الرايح ويا الجاي أبعث سلامة سلامة سلامات رتك سلامات صبحوم السيا هواي رتك سلامة سلامات أبعث سلامات ويا الرايح ويا الجاي أبعث سلامات 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 رتك سلامات. سميرة أنا اليوم جدا سعيدة أنه أكون ضيفة هنا ببيتك وأيضا بالمطبخ العراقي اللي تقدميه للشعب الأمريكي. أنا حبيت أنه أسوي حلقة خاصة عن سميرة تولاخ، سميرة المرأة العراقية اللي حبت تنقل التراث العراقي. أنت تعرفين أنه التراث العراقي هو الموسيقى والأكل، فأنت حبيتي من خلال الأكلات العراقية أنه تنقليها هنا للشعب الأمريكي. أنت تعملين في قناة أمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية وبرنامج جدا مشهور هنا اللي يقدم الأكل العراقي والأكلات الأكيد جميلة جدا، وحبينا هذا اليوم أنه تقدمين أكلة القناة أو مشاهدي قناة الفيحاء. شكرا جزيلا هيفاء، أنا كلش فرحانة أنت موجودة هنا كضيفة يمي. إحنا نرحب بكل الناس اللي يجون يزورونا، نرحب خاصة الجماعة اللي جايين من العراق، ونرحب بكل كل المشاهدين لقناة فيحاء. إن شاء الله نقدم لهم فتشي حلو اليوم راح يعجبهم كلش، راح أقدم لهم فالطبق ولو هو إلى علاقة بالعراقي بس شوية يختلف حتى يتعلمون فشي جديد اللي أقدمه هنا. أنا الأكلات اللي أسويها بالبرنامج مالتي تطلع مرة بالأسبوع، أربع مرات بالأسبوع تنعاد ثلاث مرات وتطلع مرة جديدة. الناس كلها متعجبين بطريقة العمل، بالمواد اللي نستعملها، بأكلنا شلون يعني شيء حلو، منظره حلو، طعمه حلو، شكله حلو، دسم بأضواق بطعم حلو،
أشكال يعني ما تشوفيها بغير مكانات أو بغير دول بالطبخ مالتهم. وأكيد سمير أني سمعت منك ببعض اللقاءات قلتي أنه أني حبيت أنقل تراثي إلى الشعب الأمريكي من خلال الطبق العراقي، وأكيد نحن سعيدين أنه تقومين بهذا العمل وأيضا تعلمين الأمريكان الأكل العراقي وشون صناعة الأكل العراقي. صحيح، هو هذا كان السبب الوحيد اللي أنا كتبت كتب الطبخ، كتبت 3 كتب مع الطبخ، وعندي البرنامج مالتي اللي أطلعه بالتلفزيون. فالشي يعني ما كان متوقعين يعني الأمريكان رح يشوفون هيجي برنامج ورح يتعرفون على أكلنا، ومن خلال أكلنا ديت عرفون على حضارتنا وديعرفون إحنا شن هي الأشياء اللي نقدمها للناس، إحنا أحسن شي اللي يكون عندنا نقدمها للناس، يعني هذه فشي بدمنا إياها إحنا كعراقيين، مو فشي جديد. فكلش أنا يعني فخورة أعلمهم هذا الشيء، وأريد أقول لهم بأنه إحنا كلش يعني ناس كريمين وناس نحب الناس ونحب الضيوف ونقدم أحسن ما عندنا للضيوف. أكيد الشعب العراقي شعب الكرم والضيافة. صحيح، كلش معروفين إحنا، ومو معناها جينا الأمريكا، إحنا صارنا أكثر من 30 سنة هنا بأمريكا، 31 سنة بس بعدنا على نفس الطبايع ونفس العادات ونفس التقاليد، مستحيل هاي ننساها حتى لو نبقى 200 سنة تلوخ هنا، يعني هذه بدمنا إياها، هذه هي تسوينا كعراقيين، هاي هي اللي تعرفنا منه إحنا، ودن ربي أولادنا اللي هم والدين هنا نفس التربية، ودن علمهم على كل العادات والتقاليد اللي إحنا اقتبسناها من أهالينا من أجدادنا من بلدنا، حتى أبدا ما تنمحي من يكونون هم عايشين هنا. سميرة، هذا البيت الجميل اللي يحتوي على هذه النباتات الجميلة والأشجار الطبيعية، أنا كنت أفكر أنه هذا الصناعي بس طلع كله أشجار طبيعية كلش حلوة، وأيضا شاهدت في الديكورات من النباتات جميلة جدا. أنا عرفت أنه أنت مهندسة زراعية وتحبين النبات والخضرة. أنا تخرجت من كلية بغداد مهندسة زراعية، وكلش دشوفين كلش يعجبني الأشجار والزرع والخضار والورد، يعني كلش فشي حلو، ويعني أكثر الأوقات عبالك يذكرنا بالعراق شلون من شنت الريحة تلقى الداح بالشارع من تمشين من تشوفين هالأشجار الحلوة هناك. الجو الساعد طبعا بكوز لأنه الجو طيب صيف وشتاء وربيع وخريف، هنا شوية عندنا مشكلة نعيش بميشيغان عندنا ثلج هواية، سو 6 شهور تقريبا ما نقدر نطلع برا ويعني شوية نستمتع بالأشجار وبالورد وبالخضار. سو أنا بهالطريقة عندي هاي غرفة حديقة داخلية إياها استمتع بها السنة كلها. سو يعجبني أجمع أشكال مختلفة كلش، أشكال غريبة يعني مو هواية ناس يكون عدم من عدو، وأكبرها عندي مثلا مثل هاي الشجرة عمرها 28 سنة يمي، عندي هاي اللخة تقريبا 23 سنة يمي، هذه تقريبا 30 سنة يمي. سو أشتريهم صغار كلش، وعندي بالإنجليزي هواية هاي هواية مالتي إياها تعجبني كلش، وبالأمريكي يسموها you have a green thumb يعني عندك أصبع أخضر، من هيك تقدرين يعني تكبريها، وهذه يتعجبون من يجون يشوفوها هل قد تكبر وصحية وكلها طبيعية طبعا. جميلة جدا، نحن تفاجأنا بهاي النباتات، أيضا مكانات البيت كلها بها أشجار ونباتات، فشي ملفت للنظر. يا تعرفين يعني السبب الآخر هو تعرفين النباتات تنطينا نسبة من الأكسجين هواية، سو يعني كل الصحية للبيت إياها. سو أنا يعني أفضل كل البيوت يكون عندهم ولو في الشجرة خضرة بالبيت، بيكوز تأخذ الثاني أكسيد الكربون وتنطي الأكسجين، سو صحية يعني بغض جمالها ومنظرها الحلو. دائما الجو يكون نقي. والله يا طير الحمام اللي تسافر ودي لحظة بالسلام، واحمل بجنحك رسائل من تهاجر وللي حرمون المنام. والله يا طير الحمام
ودي لحظة بالسلام واحملي بجنحك رسايل من تهاجر وللي حرمان المنام والله يا طير الحمام والله يا طير الحمام. سميرة هذه الشجرة الكبيرة كثيرة هنا بمكان صالة الاستقبال جميلة جدا، أريد أعرف إيش قد عمر هذه الشجرة. هذه الشجرة عمرها تقريبا 23 سنة، شجرة اشتريتها شوية كانت كبيرة مو كلش صغيرة، فمن هيك اللي تشوفيها تقريبا طولها كلش تطخ بالسقف، لازم أخليها هنا لأنه ماكو مكان بس تبقى تعلى، وطبعا أنا خليت هذه، هاي وحدة هي ما لها علاقة بالشجرة، هذني يجون تقريبا نباتات صغار تكون أخليهم داير مداير وبعدين أخليهم متسلق إياها، أخليهم تتسلق على الجذع حتى شوية تنطي منظر حلو أحسن ما يكون جذع فارغيتي. مهندسة زراعية تتفننين بالأشياء. يا يعجبني كلش يعجبني أشتغل بالأشجار وبالخضار ويعني همينة تنطي منظر حلو للبيت. أنا جاية هنا وأنا عارفك إنه سميرة المطبخ العراقي في أمريكا، بس ما كنت أعرف هيجي مواهب وأيضا جمال بالخضرة وبالأشجار اللي موجودة هنا. صدقيني الناس يقولون عندي شوية هوايات زايدة، عندي هواية ترتيب، يعجبني أرتب البيت، يعني البيت مالتي كله أنا مسوي الخارطة مالته من بنينا، أنا أرتب كل شيء، أخيط البردات مالته، يعجبني خياطة همينة، يعني هواية لخ اللي كلش تعجبني من أنا صغيرة أسويها. الله شاهد ما ناسي صورة جميلة جدا ومؤثرة سميرة. هذه الصورة كلش عندها قصة حلوة كلش. هذه الصورة كانت أول شيء اشتريناه أنا وزوجي من تزوجنا بالعراق، وهذا الشيء الوحيد اللي عندي ذكريات من عنده لأنه كل شيء بقى بالعراق طبعا. ما عبالي أصلا موجودة هاي الصورة، من قبل 5 سنين عمتي راحت للبغداد زيارة، ومن رجعت خابرتني قالت لي جبت لك فشي كلش راح تفرحين بي من بغداد. قلت ايه زين، شوفي جابت لي من السماء، جابت لي فتشي ما يخالف، يعني قلت همينة خطيه يعني زين جابت لي فتشي. فرحنا سلمنا عليها وشوفت لي اياها هذه، قالت لي طلعت لي اياها هاي الصوره، قالت لي هاي الصوره جبت لك اياها. قلت ليش هي هاي باقيه؟ كانت عبالي رايحه عبالي ما موجوده، الى درجه عزيزه علي كلش فرحت من جابت لي اياها. سو كلش يعني عندها كلش يعني ذكريات حلوه هاي الصوره عندي، ذكرني ببغداد وبيتنا ببغداد. سميرة هاي عائلتك وأكيد عائلة جميلة، لكن اللي فاجأني بيك أيضا خياطة وتخيطين الملابس وملابس السهرات، فستانك جميل جدا، أنت مخيطته؟ نعم أنا مخيطتها، هاي عندي هواية لوخ اللي كلش تعجبني، من أكون ضايجة من أكون ما عندي يعني مزاج أروح أي مكان، أقعد يم الماكينة مالتي، من أقعد أخيط كلش أرتاح نفسيا، يعني كلش تريحني إلى درجة يعجبني، من أسوي بدلة وتطلع حلوة وكلهم يتعجبون بيها وأني أسوي يعني الديزاين مالتها، وماكو واحدة لابسة من عندها كلش يعني أفتخر بيها حلوة. وهاي البدلة أني بخيطتها العرس ابني، كانت قبل 5 سنين. هذا ابنك؟ هذا ابني وهي زوجته، وهذا ابني الصغير، وهاي بنتي بالوسط إياها بين الولدين. ايضا اشوف ديكورات جميله جدا سميره بالبيت، اريد اعرف هاي ستائر البيت انت مخيطتها؟ نعم انا مخيطتها كلها، واني سويتها ديزاين، واني اللي سويتها فتشي يعني ما كان موجود مثله، فنطت شويه فمنظر حلو للبيت همينا، حتى كل شيء يكون يعني تقريبا منسجم شيء ويا شيء، ينطي فتشي فولكلوري همينا، يعني مو فتشي قديم يعني سويته تقريبا، مو فتشي حديث، يعني يعجبني الاشياء القديمه كلش. بس تعالوا وفرح روحي معذبت نتريتكم، والله لو احكي
سميرة، هاي الصورة الجميلة حكيتي لي عنها، قلتي زوجي جابها من العراق ومخليها مخليتها بأجمل مكان بالبيت. طبعا هذه الصورة تعرفين تذكرنا بالعراق، عراق كل تاريخ وكل آثار وكل حضارة. سو هذه واحدة من طبعا من قسم صغير كلش من حضارتنا يعني، وكلش مهمة لنا يعني، تذكرنا بالعراق وبتاريخنا وبحضارتنا، وشقد مهم العراق لنا، شقد مهم طبعا العراق بالعالم كله مو بس لنا. وإحنا يعني خلي عايشين هنا بس يعني لو فد شيء صغير كلش من العراق يعني نتمسك به ونلتزم به ونعلقه بصدر البيت حتى يذكرنا بالعراق دائما. يعني ماكو ما تقدرين يعني ابدا تنسين هالاشياء اللي صارت بالعراق، والاثار والحضارات والتقدم اللي صار بالعراق، والاشياء اللي كانت كلها العالم كلها طبعا تتبع ايش صار بالعراق والحضارات اللي صارت. سو كلش مهمه احنا يمنا يعني، احنا عراقيين ونبقى عراقيين ونحب الاثار العراقيه وكل شيء اللي يتعلق بالعراق. طبعا احنا زرنا العراق تقريبا سنة 88، زوجي راح وراي سنة 2000 وجاب هاي التصاوير كلها من العراق الرسومات. بس ما تعرفين احنا جكت مشتاقين للعراق، حتى أولادي اللي كلهم والدين هنا دائما يقولوا لي شو وقت احنا نقدر نروح نزور البلد مالتكم، هلقد ما يسمعون من عندنا، هلقد ما نحكي عن البلد، هلقد ما نحكي على الجوارين وعلى الأقارب وعلى القعدات وعلى السهرات وعلى المدرسة مالتنا، على الأصدقاء، على كل شيء اللي طبعا اللي عشناه بالعراق. ولو ما عشنا فترة هواية هناك يعني كنت 21 سنة ما طلعنا، بات يعني استل يعني احنا بعدنا متعلقين بالعراق يعني كلش نفكر يوميا ايش وقت يعني نقدر نروح نزور المكانات اللي كنا نزورها، مكانات اللي عشنا هناك، مكانات اللي تربينا واحنا صغار. يعني كلش مهمة، واريد اخذ اولادي باقرب فترة ممكنة حتى يروحون يشوفون بلدنا اللي دائما من يعني ما نبطل نحكي عليه يوميا تقريبا. طبعا أنا كلش مشتاق العراق، مشتاق لذاك البلد، مشتاق لذيك القعدات الحلوة، السهرات الحلوة، مشتاق لذاك الجو الحلو، ذيك السماء الزرقاء، ذيك الأنهر الحلوة. يعني ماكو شيء ما مشتاقت له، يعني العراق حلو، العراق حبيبنا وراح يبقى حبيبنا دائما. أنا مشتاق وأبد ما ينحمل الفراق، أنا مشتاق يا عراق، أنا مشتاق للبصرة وعلى العشاق. سميرة، هاي اللوحة الجميلة جدا أيضا زوجي جابها من العراق هنا، شنو تعني ليش هاي اللوحة؟ هاي اللوحة طبعا تشوفين لوحة عربية أصيلة بها الحصن والفروسية. هذه اللوحة طبعا يجينا هواية زوار أمريكا هنا يمنا، عندنا أصدقاء هواية. طبعا أول ما يدخلون للبيت يردون يعرفون شنو معنى هذه اللوحة، يعني ما شايفين مثلها أبدا. سو إحنا نشرح لهم، نقول لهم يعني طبعا العراق هو يعني مشهور بالشجاعة من طبعا مئات وآلاف السنين. سو هذه اللوحة تعبر هلقت العراقيين كانوا شجعاء، وهلقت كانوا يعني قاتلون، والفروسية والطبعا عربية أصلية كلش يعني يتعجبون بها كلش، إلى درجة تعجبهم هاي اللوحة. وإحنا كلش فخورين بأنه طبعا نعرفهم بهالأشياء اللي كانت موجودة بالعراق، بالإضافة إلى أشياء أخرى اللي نقدمها لهم، ونعرفهم على العراق الأصيل اللي هو شنو، واللي طبعا الأمريكان عندهم فكرة كلش خاطئة يعني عن شنو موجود بالعراق. يعني حسب ما يشوفون بالتلفزيون هذه، يعني احنا نحكي لهم هسه اني من اشتغل ويا الامريكان، احكي لهم اقول لهم انتم يعني ليش عندكم بس هالفكره الخاطئه عن من هم العراقيين، من هو العراق، يعني من هو تاريخه. طبعا ما راح يشوفون كل الاشياء الزينه بالعراق يعني مثل ما احنا، بس احنا دورنا هنا طبعا ما نقصر، احنا يعني ما نخلي ابدا يعني نلزم امريكي بالشارع ونقول له ترى احنا العراقيتي وهيتي وهيتي عندنا وهيتي نسوي وهيتي حضارتنا. وسو ابدا ما نقصر يعني نشرح لهم كل شيء اللي نعرفه عن العراق، ونصعد يعني راسه الى السماء.
سميرة، أنت دائما بالمناسبات اللي تقيميها والحفلات الخيرية للتبرع للأطفال العراق وأيضا للاجئين العراقيين، أنا حضرت لكم أكثر من مناسبة واحتفالية بيوم الطفل العراقي وأيضا بيوم الطفل العالمي وأيضا بيوم اللاجئ. شفت التبرع هواية، أريد أعرف هاي التبرعات وين تروح؟ هذه التبرعات طبعا عندنا منظمات هواية، ويعني الله يبارك بيهم، هذن اللي يشتغلون بها أنا هم من أشتغل وياهم، يعني فد يسوون فد أشياء يعني صدق ما يتحمل العقل، هل قد يعني وقت يصرفون، وهل قد مثلا كلش يعني ما تعرفين الشي، يحاولون محاولات حتى مثلا يجمعون هاي الفلوس اللي كلها تروح للاجئين العراقيين، تساعد يعني هواية عوائل اللي كلش محتاجين. يعني مرات نشوف أفلام اللي تجي هناك، حتى مرات أكل شرب ما عندهم، حتى أطفال يعني حليب ما يكون عندهم، سو يساعدوهم كلهم، وتجي كلها وثائقية وتجي كلها بيها يعني تصاوير، مرات رسائل اللي هم استلموها ويتشكرون. وأكو هواية هواية منظمات هنا الله يبارك بهم كلهم، وكلهم عراقيين، وكلهم بعدهم عندهم يعني بصراحة ما عندهم أصلا أقارب بالعراق، وقسم من عندهم والدين هنا حتى، بس شنو كأنه كعراقيين تعرفين إحنا شلوننا، يعني بدمنا نساعد ونضحي للبلدنا، حتى اللي عندهم فترة هواية 50 سنة 60 سنة، سو من دي يشوفون يعني أكو هواية ناس بضيق، فيعني أبدا ما يقصرون، ورأسا يمدون إيدهم يعني بأطول طريقة حتى يساعدهم. أمانينا نظل على البال ولا فد يوم تنسونا، وإذا مرة وحشناكم ألف مرة سميرة. هذه الكتب المميزة للطبخ، الطبخ العراقي، شفت كتاب بالعربي واثنين مطبوعة بالانجليزي، هاي الكتب تختلف يعني؟ تختلف هاي الكتب طبعا. أنا يعني من أنا صغيرة عمري 10 سنين كان يعجبني أطبخ، وأقول للناس سووا هذا وخلوا هالقد وخلوا، إلى درجة يعجبني من تخبطين الطحين ويا الزبد ويا الشكر وتطلع عندك كيك، يعني عبالك من أني صغيرة كنت أتعجب بهذا الشيء. سو من جينا هنا كان أكو هواية طبعا يعني عوائل جايين من العراق، وبعدهم ما يعرفون يقرون ويكتبون إنجليزي، سو وكلهم يطلبون من عندي وصفات مع الأكل، سو أنا قلت ليش ما أسوي كل هاي الوصفات أخليها بكتاب سميتها مختارات من فنون الطبخ، بيها من أكل عراقي بس بيه من كل أنحاء العالم، إيطالي صيني فرنسي أمريكي ياباني، ماكو شيء ما بيه يعني. وكلش كتاب كان ناجح إلى درجة يعني ليه هسا اللي يجون من العراق همين اللي يستعملوا ليه هسا، دي يربون أولادهم منانا حتى يعرفون شلون يطبخوا لهم أكلات أمريكية أكلات إيطالية، هم يعرفون شلون يطبخون الأكل العراقي يعني، يتعلمون أشياء جديدة. أكيد سميرة من مهندسة زراعية إلى فنانة بالطبخ، وأيضا برنامج راقي جدا في قناة أمريكية للطبخ العراقي، فشي جميل جدا. هاي هواية سميرة؟ هواية صدقي، أو من هيك من يكون عندك هواية وتعجبك كلش يعني طبعا أكثر تتبدعين بها من تسويها. سو ورا ما خلصت أكتب هذا الكتاب كان ناجح كلش، بعدين هواية من صديقاتي اللي عندهم أولاد والدين هنا بنات أو راح يكون عندهم جنات، قالوا إحنا بعد يعني ضجنا دننطي وصفات لهذني بناتنا ما دي يعرفون شلون يطبخون، سو ليش ما تسوي لهم أكل عراقي، كتاب مكتوب بالإنجليزي بس أكل عراقي، حتى بعد ما يضوجونا ويطلبون الوصفات وما نعرف نسوي هيك، يوم يجون يتعشون يتغدون يمنا حتى خليهم ما يطبخون. سو ذاك الوقت قلت هاي خوش فكرة إياها، وهذا كتاب يبقى. سو قمت كتبت هذا الكتاب. بس أنا عرفت سميرة إنه حتى الأمريكان يشتروا هذا الكتاب. هذا الكتاب صدقيني أكثر أمريكان يشتروا من العراقيين.
بيكوز يعني كل شيء يعجبهم الامريكان اكلنا، يعني يتصورون اكلنا يعني في شيء راقي الى درجه، في شيء صحي الى درجه. شفتي احنا باكلنا نستعمل هوايه خضروات ونستعمل بهارات خاصه ونستعمل الدجاج واللحم والرز وال يعني في شيء يعني غريب كلش بالنسبه لهم. سو اذا الى درجه الامريكان يشتروا يستعملون كل الوصفات ويدزوا لي ايميلز ايش سووا وطلع هيك حلو وطلع طيب وكلش متعجبين بالكتاب كلش. الكتاب الثالث؟ الكتاب الثالث يمكن عن الحلويات؟ ايه اوكي. الكتاب الثالث اني يعني يعجبني طبخ كلش يعني الى درجه، بس اكثر شيء يعني اعجابي هو اسوي حلويات خبز كيكات. سوينا حلويات؟ راح اسوي لك حلويات طبعا. هذا الكتاب ب 520 وصفه بس حلويات، وعمل الكيكات والمعجنات وهذه كلهم يعرفوني همين يعني يعجبني هذه، فهمين خليته بكتاب لهم حتى كلهم يقدرون يستعملون ويسوون هاي الاشياء ويستمتعون من يسووها مثل ما اني استمتع من اسويها ويستعملوها ان شاء الله بالافراح. طبعا اليوم انا راح انطي كتب نسخ من الكتب مالتي لقناه فيحاء حتى ان شاء الله بلكت يطبخون هناك ويستعملوها ويستمتعون بها ان شاء الله. وبنفس الوقت هذا مطبخ سميره، فمن هذا المطبخ راح اسوي لكم اكله كلش طيبه. راح اسوي لكم اكله دجاج محشي بالرمان، وراح اسوي لكم سلطه مال باذنجان ويا الرمان، وراح اسوي لكم قالب جلو ويا الرمان. كلش راح تعجبكم وان شاء الله انتوا همين تسووها هناك وتقدموها لعوائلكم. طبعا هذا البرنامج اللي راح اقدمه اليوم هديه الى قناه فيحاء، وان شاء الله تستمتعون به، وان شاء الله راح نبقى باتصال دائما. وتحتاجون اي شيء، اذا عندكم اي وصفه تردون تتعلموها امريكيه فرنسيه ايطاليه، بس اتصلوا بي واني راح اكون اكثر من فرحانه حتى اسوي لكم اياها بمطبخي هنا واقدم لكم اياها لقناه فيحاء. سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلام إن شاء الله يوصل سلامي، سلام إن شاء الله يوصل سلامي، أسامي ماري تذكر أسامي. سلام سلامي على اللي طبعا هذا مطبخ سميرة، مطبخي هنا من نفس المطبخ أقدم البرنامج مالتي اللي يطلع بالقناة الأمريكية. من نفس هذا المطبخ راح أقدم هذا الطبق إلى قناة الفيحاء، كلش فخورة أني. اليوم راح أسوي دجاج محشي بالرمان، ويا هذه الوصفة راح أسوي فتصاص همينة بدبس الرمان إلى درجة راح يعجبكم. ويا هذا الطبق راح اسوي زلاطة باذنجان ويا الرمان، وبعدين طبعا لازم يكون عندنا في الشي حلا حتى ناكل، راح اسوي طبق ماجلو همينا بيه الرمان الى درجه راح يعجبكم، وان شاء الله تتعلمون شلون تسووه حتى تقدموه لعوائلكم همينا. نبدي نحضر الحشو للدجاج. راح اخلي تقريبا 3 الى 4 ملاعق زيت الزيتون، نحمي أول شيء. عندي تقريبا نص كوب لوز مقطع طوليا، راح نحمسه شوية بس حتى إلى أن يصير لونه بني، تقريبا يأخذ دقيقة هيجي. خلال هذا الوقت راح أفرم بصلة صغيرة، هذه الأكلة كل الشهية وكل السهلة، كل واحدة تقدر تسويها، وتقريبا كل المحتويات مالتها موجودة بالمطبخ مالتك، سو ما يراد لها كل شيء هذه الوصفة، وراح تعجبكم كلش إن شاء الله. دقيقة واحدة بس انقلى، راح نخليه هسه، راح نضيف البصل اللي فرمناه، نحركه إلى أن يلين شوية ويصبح لونه تقريبا بني. أحضر 3
تقدرون تستعملون 4 فصوص ثوم، تعتمد انتو شقد يعجبكم تاكلون الثوم، او اذا ما يعجبكم للتالي حتى ماكو داعي تخلوه. بذر الرمان نحرك كلها، خلي شويه فلفل اسود، شويه ملح، نخبط كل شيء سوا، وهذا الحشو مالتنا اياه. هسه راح احضر الصوص اللي راح الوذ بيه الدجاج من الداخل ومن الخارج، وهمنا يبقى شويه من عنده نقدمه ويا الدجاج. مكان ما نخلي صوص اللاخ راح نستعمل هذا الصوص، راح يكون كلش طيب حتى بتقديم الدجاج، وهمين نلوث الدجاج به حتى ينطي فد رونق حلو للدجاج، ينطي فد لون احمر حلو وفد طعم كلش حلو. سول هذا همينا راح نحتاج فد بصله صغيره راح نفرمها، راح نخلي 3 إلى 4 ملاعق زيت الزيتون، راح اضيف شويه ملح، فلفل اسود، شويه فلفل احمر حار، نص ملعقه كوب دارسين مطحون، ملعقة كوب كمون مطحون، هذا راح نضيف ملعقتين، هاي واحدة، ثنتين دبس الرمان، كوب مي دجاج. تقدرون تشتروا مي دجاج، إذا ما تقدرون تشتروا من تسلقون دجاجة تقولون تخلون شوية مي على صفحة حتى يقدر يتخلى بالفريزر بالثلاجة. هسه الصوص حضر، شوف شلون تخين صار. طبعا راح نخليه بعد 5 دقائق حتى يبرد قبل ما نلوث الدجاج به، لأنه إذا نلوث الدجاج هسه به هو هيجي حار راح تقريبا يطبخ الدجاج، سو لازم نخليه شوية يبرد في 5 دقائق مو أكثر. سو دجاجة غسلتها ونشفتها، طبعا تنغسل بمي بارد لازم، ودائما يعجبني اشتري دجاج اللي هو مربى تربية مو بالهرمونات، تربية طبيعية لانه يكون اكثر صحي. فراح اتبل الدجاجة من الداخل ومن الخارج بالملح وفلفل اسود، نحاول نلوثها من الداخل همينة. ايش راح نسوي؟ راح نحشي الدجاجة بالحشو اللي سويناه مع الرمان واللوز والبصل، هسه الدجاجة حاضرة حتى نخليها بالأوفن. حميت الأوفن تقريبا قبل ربع ساعة على درجة حرارة 350 فهرنهايتية اللي هي 175 مئوية. راح نطبخ الدجاجة بالأوفن 1.5 ساعة. طبعا تعتمد على حجم الدجاجة، احتمال تكون من 1 إلى 1.5 ساعة. هسه راح نسوي سلطة الباذنجان على ما ينطبخ الدجاج بالفرن. راح استعمل 3 باذنجان تقريبا حجمهم متوسط، راح اخلي شق على كل وحده حتى من يطبخون بالاوفن لي يصير انفجار بالاوفن مال الباذنجان، ولازم نعرف بانه الباذنجان يكون قوي لونه يكون طوخ كلش حتى يكون زين للسلطه مالتنا. راح ناخذ الباذنجان نشوي بالاوفن على درجه حراره عاليه 500 فهرنهايت.
ميبي 10 الى 15 دقيقة، طبعا تعتمد على حجم الباذنجان، كل ما يكون اكبر كل ما راح يطول الوقت اكثر، كل ما يكون اصغر ميبي راح يستوي بسرعة. ما نريد نطبخ الباذنجان كلش مثل ما نسوي البابا غنوج، نريد يكون شوية مطبوخ حتى من نقشره نقدر نقصه للسلطة. راح نشوف الباذنجان، لين صغير راح نشيله من الاوفن. على ما ننتظر على الباذنجان ده يبرد شوية حتى نقدر نقشره ونقطعه، راح احضر المقادير الاخرى اللي تروح ويا هاي الزلاطة. طبعا واحدة من المقادير المهمة هي الرمان، صراحة احاول احضر تقريبا كوب واحد من بذور الرمان. هذه الزلاطة عندنا تشانل فاكس هنا طبعا معروفة كل شيء، ها أمريكية، ودعوني حتى أسوي طبخة وياهم وسويت هاي الزلاطة. ورا ما سويت هاي الزلاطة خلوا الوصفة على التلفزيون، على الإيميل، على اليوتيوب، طبعا الأمريكان كلهم استعملوها، بحيث أكو هنا عندنا محل كبير كل شيء يبيع خضرة ويبيع زلاطات حاضرة، يبيع كل شيء اسمه هيلرز ماركت، قاموا يسووها ويبيعوها بالباونات هاي الزلاطة. هل قد عجبتهم؟ لأنه كل الصحية وسهلة وبسيطة، وطبعا الباذنجان يعني فشي إلى درجة طيب، أنا كل وصفة بها باذنجان كلش تعجبني. صحيح الباذنجان برد، ما نريد نبرد هواية، بيكوز من يبرد الباذنجان أو نخليه بالثلاجة أو يبرد هواية راح يكون كل الصعب يتقشر، بس تشوفون من يكون حار شلون كله يتقشر وماكو أي باذنجان انسايد، كلش بسهولة يتقشر القشر من يكون بعده حار. صراحة نقطعه تقريبا مكعبات تقريبا متوسطة الحجم، مو كلش صغيرة. نتبل الباذنجان شوية ملح، شوية فلفل أسود. هسه راح نفرم قطعتين فصين ثوم، معدنوس ينطينا لون للزلاطة وينطينا طعم طيب كلش. نفرم المعدنوس ناعم كلش همينة، خلي كوب إلى كوب ونص بذر الرمان. تشوفون الألوان شلون حلوة، طبعا نخبط كل الصور. ورا ما طلعتها بالتلفزيون الأمريكي كل الناس تسويها هسه، كلش عاجبتهم هاي الزلاطة. صارت هسه راح نحضر الجلو. لهذه الوصفة راح نحتاج نص كوب عصير الرمان، طبعا اليوم استعملنا كل الرمان لأنه الرمان إلى درجة صحي لكل واحد. الرمان بحديد ببوتاسيوم، أكو هواية من الناس يستعملون الرمان كدواء، يستعملوه حتى ينزل الضغط مالتهم، حتى مرات حتى للوجع الراس. أعرف قرية عنا بأنه كل الزين. سو راح نخلي بنص كوب عصير الرمان 4 ظروف جيلاتين، نعوفه فد 5 دقائق حتى بسيلين. راح نخلي
سبراي على القالب حتى لا يلزق عليه، ونخليه على صفحة إلى أن يحضر الجلو. راح نستعمل كوب شكر، كوبين عصير الرمان، راح ننتظر إلى أن يغلي المحلول مع الشكر ومع عصير الرمان. هسه راح ننزل النار شوية وراح نخلي جيلاتين الصنلين اللي خبطنا وياه عصير الرمان. راح ننتظر إلى أن يموع الجيلاتين كله، حليب كامل الدسم والحليب مال جيمر. القالب اللي حضرناه اللي دهناه، بعدين راح نضيف كوبين بذور الرمان، نخليه بالثلاجة. مدة 7-8 ساعات إلى أن يجمد القالب. هسه راح نشوف إذا الدجاجة صارت لونها، صارت دجاجة حمراء. الصوص يخليها تصير هيجي حمار. سميرة، هذا اليوم أنا تركتك ويا جمهور الفيحاء حتى تقدمين هذا الطبق الشهي إلى مشاهدي قناة الفيحاء. أكيد نحن سعيدين أن نكون هاليوم في ضيافة مطبخ سميرة العراقي، وأيضا شاهدت الحلقات المميزة اللي تقدميها على القنوات الأمريكية للتعرف على الأكل العراقي. شكرا جزيلا سميرة، تعبناك ويانا هاليوم. لا بالعكس، أنا فخورة بأنه سويت لكم هذا الطبق، وإن شاء الله يعجبكم، ورح نقعد ناكل سوا وإن شاء الله نعيدها مرة اللوخ. وأنا كل السعيدة بأنه صارت مثل تقريبا ضيافة عشاء or something، صدفة صارت يعني، بس أنا كلش فرحانة، وإن شاء الله يا ربي تعلمتيها شلون تسويها. مو أكيد وإن شاء الله إن شاء الله الجمهور اللي يتفرجون الفيحاء تعلموا شلون يسوون هاي الوصفة، كلش راح تعجبهم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى. مرة سأل متى يعودون، مرسال اشي صبر قلوبنا ببعاد الاحباب. يا بوه يا بوه يا يا سميرة، شكرا جزيلا على هاي الضيافة، واكيد اكل يشهي. طبعا بس اريدك تذوقي اول شيء وتقولي لي شنو رايك بي، سو ان شاء الله يعجبك. خلينا ناكل انا وانتي وإن شاء الله يعجبك. إن شاء الله. والله يا طير الحمام اللي تسافر، ودي لحباب السلام، واحمل بجنحك رسايل من تهاجر، وللي حرمان المنام. وبالله يا طير الحمام اللي تسافر، ودي لحباب السلام، واحمل بجنحك رسايل من تهاجر، وللي حرمان المنام.
ظل يا طير الحمام، ظل يا طير الحمام. شكرا سميرة على هذه الضيافة. شكرا جزيلا انتم لمجيئكم انانا، وكلش يعني انا فرحت بلقائكم، وكلش فرحت بانه قدرت اضيفكم واقدمكم هاي الوجبه، وان شاء الله عجبتكم، وان شاء الله عجبتكم الزياره هنا. انا يعني كلش سعيده. اكيد اكيد نحن اكيد سعيدين انه نكون هنا ببيت السميره، والمطبخ مطبخ سميره العراقي اللي يقدم الاكلات العراقيه للامريكان. اكيد سعيدين، ونحن بدورنا كقناة فيحاء دائما حلقة توصل بينكم وبين أهلكم بالداخل. نحن سعيدين أنه هذا اليوم سلطنا الضوء على مطبخ سميرة العائلي والعراقي، واللي ضم عدد كبير من الأكلات العراقية، وشاهدنا أيضا الكتب المتميزة اللي ألفتيها عن الطبخ وأيضا الأكلات العراقية بالإنجليزي وبالعربي. هذا شيء جدا نحن سعيدين به. أنا الأسعاد كلش فرحت بوجودكم هنا، وأهلا وسهلا بكم من تكونون ميشيغان لازم تتفضلون يمي. شكرا جزيلا. سميرة، إذا نحكي عن الحلويات، حكينا عن الأكل، وأيضا أكلنا الجلي اللي سويتيه برمان هواية طيب، لكن أشاهد البقلاوة والحلويات اللي سويها هنا بالاحتفاليات والمناسبات، كلهم يقولون هاي حلويات سميرة فمشهورة بالحلويات هواية والبقلاوة العراقية. يعجبني أسوي حلويات هواية صدق، يعني أكثر استمتع من أقعد أسويها والناس كلها تعجبها. أسوي أشياء مختلفة كلش تختلف. والله الوطن غير البشر صدقوني، واسألوا أهلي علي ذول أهلي ويعرفوني، أنا بحب البير توقاعي عراقي وما يغيروني. سميرة حلويات كلش طيبة، وبالفعل نوعيات يمكن ما موجود منها بالسوق. يا تختلف كلش، ومثل ما شفتي يعني بها طعم غريب، مثل هذه اللي هسه أكلتيها بها طرشانة، بها فستق، بها هيل، بها مربى مع البرتقال. فمن تخبطين هاي الأشياء كلها سوا ويا بسكت اللي أسويه من طحين وزبد وشكر، تنطي كلش نكهة كلش غريبة وكلش طيبة. سميرة، أنا أعرف أنه أنت هنا الآن تعملين كمدرسة أحد المدارس الموجودة في أمريكا، وأيضا عندك برنامج المطبخ سميرة العراقي، وأيضا تشتغلين شغلات أخرى. أريد شوية أتعرف عن سميرة المدرسة وشنو عملش بالتحديد. اشتغلت مدرسة لأنه أولادي كانوا بالبيت بالصيف، فردت أشتغل كدوام قصير، أكون وياهم، أقضي وقت وياهم. كنا نسوي هواية أشياء سوى ويا ولادي، طلعهم وديهم سباحة، علمهم أشياء، يعني تقضين وقت ويا العائلة ويا الأطفال كلش مهمية. بس بنفس الوقت همينة تردين شوية تطلعين من البيت، شوية تتعلمين، تشوفين ناس، تتعرفين على ناس. ما يتعلم واحد إذا بس يبقى بالبيت، وعندي شهادة أنا فاستغليتها بصراحة، وكل شيء يعجبني التدريس. وعندنا هواية يجون لاجئين عراقيين جدد، فأساعدهم كلش، وكل شيء يفرحون من يشوفوني أحكي لغتهم العربية، وأساعدهم بالدروس. ماكو وحدة لغة بالمدرسة، كلها تقدر تحكي عربي وياهم. فيعني إلى درجة يرتاحوا لي، وكلش يعني منسجمين سوا أنا وهم كلش. سميرة، إذا نرجع للعراق، المن تحبين تسلمين من أهلك من ناسك من العراقيين؟ أسلم على عمتي بتول وزوجها وولادها، عمي جرجيس وزوجته وولاده، طبعا عندي أولاد خال وأولاد خالة وأولاد عمات من بعيد، عندي صديقات هواية هناك، عندنا جيران، سأسلم عليهم كلهم، وإن شاء الله فديهم نلتقي. مشتاقة للعراق؟ طبعا مشتاقة، مشتاقة للعراق هواية. سأني طبعا مشتاقة أروح أزور العراق، وإن شاء الله فديهم نقدر نروح نزوره. حتى أولادي كلش يعجبهم يروحون يشوفون البلد اللي تربينا به، والبلد اللي هالقد ما نحكي عليه، كلش يعني مشتاقين يروحون يشوفوا. إن شاء الله في يوم من الأيام نروح. وإحنا طبعا هنا نخلي موجودين هنا، بس بنفس الوقت إحنا يعني
ما نبطل نحكي عن العراق للأمريكان، لأولادنا اللي والدين هنا، وإحنا يعني بتواصل وباتصالات ويا بلدنا بأي طريقة تكون. مثلاً أني دائماً عن طريق المطبخ مالتي أقدم كل هاي الأكلات العراقية هم للعراقيين اللي والدين هنا، حتى يعرفون شنو كان نوع الأكل اللي كنا ناكله، شنو كان اللي هو طبعاً قسم من تاريخنا وحضارتنا وتراثنا يعني. وكلش يعني يزيدني الفخر من أشوف الأمريكان دي يتفرجون البرنامج، اللي لو تسأليهم قبل 20 سنة ما كانوا يعرفون شنو العراق، بس بسبب هواية ناس هنا دي يعرفون هسه شنو العراق، ودي يعرفون مرتبته ووجوده على الخارطة، من هو العراق وشنو حضارته وشنو تاريخه. شكرا سميرة، هذا اليوم كنا بضيافتك، وشكرا لك على هذه الأكلات المميزة اللي قدمتيها لمشاهدي قناة الفيحاء. وأكيد أني سعيدة هذا اليوم كنت ضيفة عندك بمطبخ سميرة العراقي. أني الأسعاد، أني كلش أشكركم وأشكر قناة الفيحاء المجيئكم البيتي، هذا بالنسبة لي فخرية حتى تجون هنا يمي للبيت، وحتى أكون باتصال ويا بلدي والناس اللي راح يشوفوا هناك. وكلش أشكر قناة الفيحاء على إتاحة هاي الفرصة إلي ومجيئكم، وكلش متشرفة بزياراتكم عني. شكرا جزيلا سميرة، ولازم هاليوم غادر راجعين الواشنطن. شكرا على هذه الضيافة، توصلون بالسلامة إن شاء الله، وإن شاء الله نلتقي مرة الأخ. إش ما دار بي الزمن أبقى الهلي ميال، إش ما دار بي الزمن أبقى العراق ميال، ومنين أجيب انقلب يتحمل الترحال.